أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا في الحلقة الثانية في مشوار تأسيس تكة وكباب أمين اللي بدأ تحت اسم المطعم العربي، وأسسه المرحوم أمين محمد إسماعيل، ومن بعده عياله واصلوا في المسيرة، منهم كان عبد العزيز الله يرحمه، وما زال معانا الله يعطي الصحة والعافية ناصر أمين اللي هو أبو خالد. وقصلنا في الحلقة السابقة قصة التأسيس وكيف تطور العمل وكيف تم تسليم إدارة مطعم أمين من جيل لجيل. والحين في هذه الحلقة بنتكلم عن الحاضر والمستقبل، بنتكلم إلى الوجه الشاب الجديد وهو حسين عبد العزيز أمين. حسين حياك ويانا في البرنامج. الله يحييك. وحدثنا حسين عن نفسك أول شيء، وشلون أنت انضميت لفريق مطعم تكة كباب أمين. ابتديت أنا درست هندسة طيران، فدراسة مختلفة تماماً كلياً عن الشغل اللي قاعد أشتغله الحين. نعم. الحين قاعد أشتغل بزنس ديفلوبمنت مانجر في تكة وكباب أمين. نعم. فأنت قاعد تطور العمل. الفكرة التطوير. أي نعم. في البحرين وخارج البحرين. أي نعم. فكرتنا إن إحنا مثلاً في البحرين نكون أقوياء. أي نعم. ونروح خارج البحرين، لأن ما شاء الله تكة والكباب صارت أرث بحرين. صحيح. عموماً جزء من الهوية البحرينية. جزء من الهوية. إيه نعم. مثل ما تفضلت وقلتي. إيه نعم. فإحنا ابتدينا أول تجربة. أول شيء أنا دخلت كوكب أمين من سنتين. الوالد جاني يوم من الأيام. إيه نعم. خبرني. الله يرحمه. الله يرحمه. إيه نعم. خبرني إنه هو حاب إنه أنا أكون موجود كشخص شاب، أخذ مكان الوالد ومكان عمي. عمي إيه. الله يعطيه الصحة والعافية اللي هو موجود معانا ويشتغل. فحبيني إنه كوجه شاب ونسوي ونطور. طبعا انت عندك الروح الشبابيه، عندك نبض الشارع الحين كونك انت شاب، فبتطور العمل بروح العصر هذه. باذن الله. فاحنا فكره يعني اظن بزنس ديفلوبمنت مانجر اسم يعني يعود على واحد يشتغل في مطعم ولا شيء، بس احنا عندنا رؤيه مختلفه تماما. نعم. نحاول نطور اسم تكة وكباب أمين وتطلقونه للعالمين. نطلقه للعالمين مثل ما قلتي. ما قاعدين مثلا نفكر انه خليجيا بس ولا عربيا بس، لا ان شاء الله عالميه. هاي شيء جدا يعني طموح حلو، وطموح ويا شغل مو بس اماني يعني. اي نعم. الطموح لازم. اي نعم. اذا الواحد ما يطمح لشيء ما بيوصل. عشان تقدرون توصلون لهالانطلاقه او لهالمرحله، شنو الخطوه اللي اخذتوها؟ اول شيء اللي انا مثل ما قلت لك بزنس ديفلوبمنت مانجر الحين صار لي سنتين. اي نعم. اول ما دخلت المطعم تعلمت من الالف للياء مثل ما يقول. وكان الوالد الله يرحمه هو اللي قال لك على اساس انه تنضم. نعم. الوالد والشركاء عندنا في شركة دي جي سي حبوا أن الشخص من ضمن العائلة اللي هي ديفيدنت جيت كابيتال. ديفيدنت جيت كابيتال. أي نعم. فهم بعد حبوا شخص من العائلة يكون موجود. أي نعم. ويخلي باله على الحلال. أي. ومطورة. طبعاً شركة ديفيدنت جيت كابيتال سوت هذه الموديل أو هالنموذج ويا عدد من المطاعم البحرينية. نعم. وطبعاً أنتم كونكم من جزء من الهوية البحرينية هم حبوا أن يشاركون وياكم. بس شنو القيمة المضافة اللي انضافت لكم بوجود شركة دي جي سي؟ شركة دي جي سي عندهم خبراتهم، عندهم مطاعم ثانية موجودة. اي نعم. فهم عندنا الدعم ما شاء الله في كل النواحي، ماركتينج موجود. نعم. مصوبهم تسويق. تسويق. نعم. من عندهم. اي نعم. عندنا ناس خبرة في الأوبريشنز في مطاعم كبيرة. اي نعم. مطاعم عندها فرانشايزز، ناس مشتغلين في هالمطاعم. اي نعم. فرانشايز عالمي. اي نعم. فبيعطونكم الخبرة حق الانطلاق العالمي. الخبرة. والتشبيك ويا الناس اللي برا اللي انتم بتعطونهم امتياز تكة وكباب أمين. نعم. لأن احنا من فترة نعم. طويلة الناس كانوا يجونا يكلمون عن فرانشايز وعن لأننا بنفتح برا البحرين فما نعم. كان في الخليج عموما كان. اي نعم. فيجونا وايد ناس، لكن الوالد وعمي كانوا متخوفين. نعم. لأن يبي له واحد يجابل. اي نعم. الوالد صحيح. كان مشغول في شغله. وفي المطعم وكذلك عمي. اي نعم. وتبون نفس النوعيه والاسم ما يتاثر النوعيه. صح. والجوده وكل هالكلام. الجوده وهالاشياء ما تتاثر. فانا نعم. شغلتي الحين سنتين. نعم. حق هالاشياء قاعدين احنا نسوي سبايس ميكس خاص بينا. اي نعم. سوينا بوكلت، سوينا مانيوالز. اي حق شنو؟ حق الموظفين عندكم عشان تالي لما يصير الامتياز تتاكدون ان نفس النوعيه الاستدامه واستمراريه. الاستدامه. أي اهم نعم. شيء الاستدامه. اي نعم. اي نعم. اذا يوم الأكل زين يوم مو زين. نعم. هاي المشكلة العود. نعم. اللي تواجه. صحيح. أي مطعم. صحيح. زين. وبعدين بالنسبة للتسويق، بالنسبة لك كونك شاب واليوم كل التسويق عن طريق السوشيال ميديا، شنو اللي أضفته في هالمجال؟ والله يعني حاولنا نواكب العصر، نواكب التطورات اللي قاعدة تصير.
مثلا اظن احنا من الاوائل اللي فتحنا السوشيال ميديا اكاونت حق مطعم تكة وكباب. نعم. لان الناس يعتبرون مطعم تكة وكباب مطعم شعبي بحت. على الاخر. اي نعم. بحت. اي نعم. على الاخر. اي وكله دائما يجون وياكلون داخل المطعم. داخل المطعم الناس يجون ياكلون. وبالنسبه للتوصيل؟ بالنسبه للتوصيل احنا الحين مع عدد من شركات التوصيل. بعد ما متعاونين مع عدد من شركات التوصيل. اي نعم. لتوصيل الاكل لجميع مناطق البحرين. اوكي، وهل تسوون بعد خدمات تموين خارجي؟ تموين خارجي موجود عندنا. أي. نعم. اللي هي الكيترينج. الكيترينج موجود عندنا. أي. فهل تسوونه بعد مع الطبخ الحي ولا بس توصلون الطلبات؟ لا، لازم مع الطبخ الحي. الطبخ أي. المنقل موجود، التنور أي. موجود، كل شيء على اصوله. اي نعم. فتسوون يعني معناته الفريق اللي عندكم يروح وفي مكان اللي بتقام فيه الحفله او الوليمه او كذا ويسوون طبخ حي هناك موجود. احنا حاولنا نركز على هالشيء لان عموما اماكن التكن الشباب موجودين. اي نعم. يروح المطاعم ياكلون، لكن البنات والشابات الشابات إيه؟ شوي يعني إيه؟ يفكرون فيها ازيد من مره. اي نعم. قبل إيه يروحوا نعم. محل تكة. بس ما شاء الله فرعكم هني مهيئ ويعني وايد مثل ما اقول وايد يعني يجذب الشابات والشباب عادي. احنا يعني هاي فكرنا فيه إيه نعم. قبل ان نفتح الديكور والموقع والموقف السيارات كل شيء مناسب. اي نعم. هاي إيه نعم. هاي فكرنا فيه قبل ان نفتح اساس نكسب الطرفين. اي نعم. اي نعم. اثنتهم يبون ياكلون بعد في المطعم حار نعم. بحر صحيح. مو يقفون براحة السيارة والعائلة كلها أتي تستمتع بوقتها. اي نعم. اي نعم. فعندكم الحين بالإضافة إلى التوصيل والطلبات الخارجية وكذلك الطبخ الحي ايه. وبعد هل سويتوا شيء جديد بعد غير؟ اي والله شيء توني مسوينه من فترة قصيرة اللي هو الكيترينج بوكس. اوكي. دو ات يور سيلف مثل ايه. ما يقولون. هذه وايد مناسب حق الكوفيد. اي. عدل؟ صح. عشان أنا التجمعات الصغيرة حق ايه. ايه. الأسرة الواحدة. اي. نقدر نعطيهم البوكس كامل متكامل بالأسياخ، أسياخ خشبية بتكون موجودة. نعم. ومصيح كل شيء. أو ناس بيروحون في البحر مثلاً، بيروحون بحر رحلة يأخذون البوكس وياهم. نعم. وياهم يشون في المركب يعني. في المركب. أو وين ما يروحون لأي جزيرة أو أي مكان. أي نعم. الكشتات مثل ما يقولون الصغيرة. والكشتات بالضبط. وبعد الحين الشباب وايد يحبون الطبخ، ريايل بعد يحبون صح الطبخ صح. يمكن حتى أكثر من نسوان في قصة الشواء وغيره. صح. زين والبوكس شنو يحتوي عليها والصندوق هذه؟ هو أكيد الصندوق يكون يخليه بارد مو يحفظ الطعام. بارد ويكون في الصندوق ايه؟ فيه ثلج. أي نعم. فبيكون فيه يعني الناس يختارون شنو بغوا تكة ايه نعم. وكباب. كل اللي يحتاجونه. كل اللي يحتاجونه الحمص المتبل بهم عصير. و اي نعم. كامل متكامل. أي نعم. اللهم ويكون مصيخ جاهز اذا كان مثلا تكة او كباب. اي نعم. أي نعم. كل شيء مصيخ مرتب. اي ملفوف لحاله. ملفوف لحاله محطوط بروح. وطبعا هذه الحين في اقبال عليه اكثر اثناء الكوفيد تحس؟ والله احنا من فتره قصيره ابتديناه. اي نعم. ما شاء الله تشوف الاقبال جيد جدا. زين، انتم ما نطرتوا الناس يجونكم، انتم رحتوا لهم لين مكانهم؟ رحنا من خلال التراك اللي عندكم. من خلال التراك ومن خلال البوكس بعد. البوكس وحتى طبعا الطبخ الحي، بس اينا. اليوم ويا ظروف الكوفيد يمكن شويه الطبخ الحي في صعوبه. زين، قول لي عن العربه مالتكم شلون؟ العربه مالتنا اول شيء فكرنا فيه ان نبتدي نشوي داخل، فالعربه بناها من امريكا على حسب طلبياتنا. اي نعم. لكن المشكلة اللي واجهناها ان الفحم ما نقدر نخليه في العربة. صحيح. فحاولنا غيرنا حطينا نوع ثاني من الشواي. اي نعم. جربنا عليه فترة شوي طويلة. اي نعم. ما نجح لان النكهة تختلف. النكهة تختلف، ما في نكهة الشواء الطبيعي. الشواء الطبيعي. اي نعم. فقمنا حولنا الفكرة. اي نعم. لفكرة ثانية. اي نعم. اللي هي السندويتشات تكة وكباب. اي نعم. فعموما السندويتشات شفنا اقبال وايد وايد عليها يوم كنا في مهرجان الطعام. اي نعم. قبل سنتين. أي نعم. ولا سنه تقريبا. اي في كان في خليج البحري. وبعدين الشباب يستسهلون انه ياكلونه في الساندويتش فما تتلعوز يدهم ذاك لو التكه يعني بيقصصون الخبز وبيجيسون البقل. بس حلاوته الصراحه حلاوته صحيح بس ساعات انت تكون على السريع. صح. اي ف يعني وكل واحد عنده تكه تقول بس على الماشي. اي نعم. اي نعم. تاخذينها على السريع وماشيه. فسويتوا السندويتشات. سوينا السندويتشات وقمنا الفوتراك نحاول نروح حق الاماكن اللي الناس متواجدين فيها، مثلا الناس ساعات يستصعبون الروحه حق المطعم. اي نعم. فمثلا في الفستيفلز كنا نروح نكون متواجدين. اي. نروح حق الاماكن اللي نشوف الناس مثلا ما اقول هابين فيها، لكن بدايه الكورونا مثلا كانوا الناس حابين يروحون يغيرون جو، فالعائله تروح الدرة ولا مكان. فقمنا نعم. رحنا الدرة احنا بعد. الدرة والمنتجعات الثانية. المنتجعات نعم. الثانية. نعم. نعم. فرحنا الدرة وحاولنا ان نودي الفوترة. ما شاء الله اقبال كان جيد جيد جدا. اي صحيح اتذكر انا يومها كنت حتى في الدرة وراحوا عيالي وخذوا
وقالوا كان في ما شاء الله يعني طابور طويل كلهم ينتظرون. بالعافية. اي نعم اي نعم وكان وايد زين بعد. اي نعم. الحمد لله. زين وشلون الناس تقدر تطلب؟ شنو هو الانستغرام مالكم او طريقه الطلب؟ شنو رقم التليفون؟ شلون يعني شلون يقدون؟ عندنا انستغرام حق تك امين حق تك تبو. اي انستغرام مختلف. اي وعندنا الحين بعد شيء عندنا لينك موجود تحت الانستغرام في البايو. أي نعم. موجود لينك الناس يقدرون يدخلون بعد من على هاللينك ويطلبون طلباتهم. فأنتوا في كل طريقة ميسرين لهم. ميسرين مثلاً حتى هاي اللينك مثلاً الواحد يقدر يوقف برا المحل. أي نعم. بسيارته يوقف برا المحل ويسوي الأوردر يحط البليت نمبر. نعم. بدون ما ينزل بدون ما يطق هران بدون شيء. نعم. شي. نعم. يطلب الأوردر ونوصله لي عنده. هذه روح الشباب. هاي روحك الجديدة اللي أضفتها، هذه اللمسة اللي أضفتها. الحديث وياك شيق، إيش رأيك نأخذ فاصل ونرجع إن شاء الله؟ ماشي. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل حديثنا عن مشوار تكة وكباب أمين في الحاضر والمستقبل، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين احنا في لقاء مع السيد خالد محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديفيدنت جيت كابيتال. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا. الله يسلمك. الله يخليك. يخليك. خالد ممكن تشرح لنا دور ديفيدنت جيت كابيتال في احتضان العلامات التجارية البحرينية والمشاركة معها؟ عن ديفيدنت جيت كابيتال طبعا هي شركة رائدة في مجال الاستثمار في البحرين، وتم الاستحواذ على عدة شركات ومطاعم في قطاع الغذاء. انتم احتضنتوا عدد من العلامات، واحنا استضفنا في البرنامج ويانا تكت وكباب امين وفهمت ان هم دخلوا معاكم بعد في شراكه. صحيح. فيعني يا ريت تحدثنا اكثر الله يسلمك عن شنو دور دي جي سي في تطوير هذه العلامات والحفاظ عليها. نعم. احد القطاعات اللي تركز عليها ديفيدنت جيت كابيتال اللي هو السمول اند ميديوم انتربرايزز. نعم. وهذا القطاع شفنا فيه ان في يعني قطاع واعد وللشركاء كلهم موجودين في شركه ديفيدنت جيت كابيتال، واحنا كون داشين معاهم في المشاريع سواء في البحرين ولا خارج البحرين دائما عندنا شيء نركز عليه اللي هو جروث كابيتال. نعم. نحط قد ما نقدر نحاول ان احنا السيوله اللي تنعطى. نعم. والدعم اللي موجود يكون على جهتين مختلفتين. الجهه الاولى ان احنا ندعمهم بال ان نحوق في الحوكمه نفسها. نعم. عشان ترتقي الشركه نفسها. نعم. معظم البزنس موجوده في البحرين وفي الخليج او في العالم دائما تكون فاميلي اورينتد. نعم. فاحنا نحاول قد ما نقدر ان احنا نطورها مشروع عائلي يصير عقب انكوربوريشن becomes more of يعني تصير شركة عالمية اللي. نعم. تقدر أنك أنت تبتدي تبني عليها خططك في المستقبل. صحيح. فهذا جهة واحدة، والجهة الثانية طبعاً الدعم المادي اللي هو دعم أي مشروع عشان ما يتوسع يحتاج له أنك تضخ فيه. نعم. رؤوس مال. بس أنتوا سويتوا خطوة إضافية، أنتوا بدأتوا. نعم. تحطونهم على العالمية على. نعم. طريق العالمية يعني تطورون المشروع العائلي. نعم. بحيث يصير علامة تجارية. صحيح. والجميل أن أنتوا قمتوا تسجلون العلامة التجارية. نعم. للحفاظ عليها وبعدين تطلقونها كامتياز. صح. بدل ما. صحيح. الامتياز هي من خارج البحرين لداخل. نعم. البحرين صار الامتياز يطلع من البحرين. من البحرين. إيه؟ نعم. فعلى ذي الكلام طبعا اول شيء انا احب اشكر القطاع الحكومي والجهات الحكوميه والمؤسسات الموجوده وايد دعمت هذه المشاريع ودعمت ديفيدنت جيت كابيتال دعمت الشركات الموجوده من جهه خلينا نقول تمكين الى وزاره التجاره والصناعه الى اي دي بي هذه الجهات والال ام ار اي طبعا علشان الحوكمه كلها اعطانا ذي الدعم. نرجع مره ثانيه حق النقطه عبد الله، حاولنا قد ما نقدر ان احنا نركز في امور معينه من ضمنها الشركات او المطاعم الموجوده في البحرين. ممكن تعدد لي الاسماء الله يسلمك؟ اي نعم اللي نشوف فيها مستقبل. من ضمنها مثلا عندنا تكه وكباب امين. شركه دشينا معاهم كانت مشروع عائلي تأسس قبل تقريباً 74 سنة، فما شاء الله كانت من أحد المطاعم أول مطعم موجود في البحرين وتوسع، لكن في ذاك الوقت توسع يعني بنطاق محدود. احنا حاولنا قد ما نقدر نحن ندش معاهم ونتوسع معاهم في البحرين وخارج البحرين، فتحنا في أبوظبي وكان له صيت كبير وعدد كبير من الناس الإماراتيين والبحرينيين اللي عايشين في الإمارات فكروا فيها وحسوا أن يعني فكرة حلوة أن احنا نبتدي نتوسع، فأخذنا هذا على سبيل المثال. أخذنا كم مطعم غير موجودين بعد في البحرين من ضمنهم هونغ كونغ من ضمنهم
مشروعين غير اعتقد بليز بليز برجر. اي نعم. وبليز برجر بعد امانه الحمد شيلنا معاه في المشروع، وهو توسع من البحرين راح الى دبي. وما زلتوا تنظرون لعلامات ثانيه بعد تحتضنونها تحطونها تحت مظلتكم، اما شراكه اما ان تكون؟ نعم، اليوم عبد الله عندنا نعم استاذ فنان، عندنا اليوم تقريبا حوالي 16 علامه جوده بحرينيه، وفي عندنا تقريبا 6 في من الامارات والسعوديه. نعم. فهذين الشركات كلهم نحاول ان احنا البحرينيين الشركات البحرينيه نطلع فيها للخارج، واللي موجودين في السعوديه ولا في الامارات انهم يجون على البحرين. نعم. ونحاول قد ما نقدر ان احنا نكبر هذا القطاع والبورتفوليو اللي موجود عندنا اياه. وبتخلقون فرص عمل جديده. نعم. ودخل نعم. جديد وصناعه جديده. 100%. نعم. شكرا استاذ خالد، ما قصرت، كفيت ووفيت، وان شاء الله تحقق كل امالكم. ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. مشكور استاذ فنان على زيارتك لنا، حتشرف بوجودكم. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا فيكم. بنواصل حديثنا مع حسين عبد العزيز امين ومع حاضر ومستقبل تكة وكباب امين. حسين، قول لي بالنسبة للكوفيد، شلون أثر عليكم كوفيد 19 أو كورونا على شغلكم، وشنو التحديات اللي واجهتوها؟ أظن الفود اند بيفرج سيكتور عموماً وايد واجه تحديات في هالفترة. أكيد. أزيدها في أول كم شهر، اللي الناس كانوا متخوفين بدرجة غير طبيعية. حتى العالم كله كان. العالم بس كله. إحنا. إيه نعم. العالم كله يعني أزمة. إيه نعم. عالمية. صار رعب يعني. ما صارت نفسها قبل. هالفترة اللي كانت في البداية صدق تأثرنا وايد، لأن حتى الطلبات الخارجية قلت. اي نعم. والطلبات اللي حق توصيل المنازل قلت. نعم. الناس ما يقدرون يجون المطعم. نعم. فصار شوي في الى حد ما تأقلمتوا على الوضع. الحد ما تأقلمنا احنا. اي. والشعب تأقلم. والناس بعد تأقلموا ويحسوا بالاطمئنان. فاحنا يعني حاولنا مثلا نقلل الناس كانوا يخافون مثلا المطعم مثلا بيقول العمال فيهم شيء. اي نعم. مثلا ولا بيقولون سائق التوصيل اللي بيوصل. اي نعم. هو يمكن خطر علينا وينقل أيها. العدوى ولا أيها. شيء. فاحنا قمنا من اول يوم سيل، ابتدينا ناخذ كل حتى قوطي الحمص ولا اي شيء. أيها. كل شيء سيل من صوبنا. أيها. كل واحد مغلف كل شيء مغلف لحاله. كل شيء كل شيء كل شيء. حتى العبوات اللي داخله. كل شيء مغلف الحالة مثل ما يقولون. كل شيء مغلف. فشفنا وايد كومنتات جاتنا. نعم. زين انه قاعدين ما شاء الله مهتمين بالتغليف. أيه. وان هالشو يعني الناس قدروا قدروا ما شاء الله ردت زادت الطلبات. حسين الله يسلمك، بالنسبه للمواد الغذائيه هل شح عليكم شيء؟ لا والله، اظن البحرين كانوا قده وقدود. ونشكر قيادتنا والقياده الكريمه، يعني كان في لحمه. نعم. وكان في استباقيه، يعني كانت في اجراءات استباقيه حتى قبل لا تصير الازمه، الاجراءات والقرار كان سريع وفعلا في الوقت المناسب. نعم، مثل ما شفنا دول ثانيه ماسكات ما عندهم، البرادات الشلفات كلها خاليه. صحيح. احنا ما شاء الله كل شيء كان صحيح. موجود وحتى التست ما كان فيه الفحص، يعني بلدان كبيره وشفنا فعلا حتى الفحص مو موجود. اي نعم. اي نعم. طيب وبعدين فما حشح عليكم شيء. لا زين، الحين انا بدي اسالك عن موضوع ثاني تماما، الدعم اللي حصلتوه من كل حزم الدعم اللي موجوده في البلد قبل الكوفيد واثناء الكوفيد. انتوا من وين استعنتوا في فتره التاسيس في انشاء العمل، مثلا في المعدات وغيره؟ هل استعنتوا باي من الجهات؟ اي نعم، استعنا عموما في هالفرع اللي فتحناه استعنا بتمكين. اوكي. المعدات المطبخ. اي نعم. استعنا فحصلتوا التمويل اللي حق المعدات 50%. 50%. زين. نعم. وهل اخذتوا تمويل للفلوس نفسها؟ خذينا تمويل للفلوس نفسها في فرع سابق. اي نعم. من بي دي بي، بنك البحرين للتنمية. ما شاء الله يسروا. إيه؟ الامور يعني بشكل مثالي مثل ما يقولون. اي نعم. هاي بالتعاون مع تمكين. اي نعم. فانتوا كذي دفعتوا نص الارباح، لان بنك اسلامي طبعا ما في الفوائد في الارباح، فدفعتوا نص، تمكين تحملت نص وانتوا نص الثاني. اي نعم. وهل كانوا متعاونين وياكم بنك البحرين للتنمية في الجدوله في الدفع؟ كل شيء كان ميسر ما شاء الله. اي نعم. اي نعم. والحين انتم بعد في توسعكم، هل تنظرون لهاي الامر ولا هذه اكثر من صوب اهتمام دي جي سي اللي هم بيكونون اكثر مركزين على هالموضوع؟ والله اثنيناتنا يعني مثل ما يقولون يد واحده. اي نعم. تسعون. قاعدين نمشي مع بعض. أي نعم. خطوات يعني مدروسه، فاثنيناتنا قاعدين نشوف الامور من كل الزوايا. أي نعم. على اساس ان حتى التطور ما يكون غير مدروس. صحيح. بالنسبه لاثناء الازمه شو استفدتوا من الحزم ومن لان فعلا كان في حزم ساعدت يعني وخففت من وطأة الازمه على كل القطاعات في البحرين، فشو استفدتوا منه؟ نعم، استفدنا من دعم اجور البحرينيين. تمام. نعم. استفدنا من تمكين بعد فادونا.
اي اللي هو حق المؤسسات المتضرره. نعم حق أي المؤسسات نعم. المتضرره أي نعم. الابيال الكهرباء والماء قطوا علينا كم شهر. اي نعم فما شاء الله الحكومه ساعدونا حتى المستاجرين. اي نعم كانوا متعاونين يعني اصحاب الملك. اي نعم اي اي كانوا متعاونين جدا متعاونين معاكم. اي نعم ان شاء الله بالتعاون الكل مع بعض نجتاز هذه الازمه والحمد لله. يعني بلد صغيره مثل البحرين صار يعني يضرب فيها المثل في مواجهتها لان القياده واعيه والشعب واعي وفي تعاون وثقه بين الاثنين. حسين ايش بتقدمون لنا اليوم اطباق حق الجمهور من قائمتكم الجديده؟ بنقدم لكم ريش وقطع دياي تندوري. تمام ايش رايك الحين نروح؟ يلا تفضل. أعزائي المشاهدين وصلنا لختام الحلقة. حسين شنو اسم هالأطباق اللي تونا حضرناها؟ دياي تندوري هني. أي نعم معنا هني الريش. أي نعم وهاي من الأطباق الجديدة اللي أنتوا أضفتوها لقائمة طعام من فترة قصيرة. ردينا الريش كان موجود قبل. أي نعم. توقف فترة طويلة وردينا الريش والتندوري غيرنا خلطته وسوينا خلطة ثانية. حسين نتمنى لك مع دمك الجديد مع الشباب أن تطلق تكة وكباب أمين لخارج البحرين وللعالمية إن شاء الله. بإذن الله مع أن احنا متواجدين الحين في الإمارات في أبو ظبي عندنا فرع واحد. أي نعم وإن شاء الله بنكون متواجدين في 2021 ولا 2022 بالكثير في دول الخليج وحتى برا العالم العربي. نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله نحتفل بنجاحكم ونحتفي به كعلامة بحرينية مميزة جزء من الهوية البحرينية. إن شاء الله. شكراً. الله يوفقك. الله يوفقك. أعزائي المشاهدين إلى لقاء آخر مع قصة نجاح بحرينية أخرى ملهمة ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.